بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث المتوسط مستمرين وياكم بعد ما شرحنا بالموضوع السابق ضرب حدين في حدين. المحاضرة مالت اليوم راح تكون عندنا ثانيا ضرب مقدار جبري من حدين في آخر من ثلاث حدود، يعني نفس العملية. كان عندك قوسين بالمحاضرة السابقة، قوسين يعني حدين في حدين، اليوم لا، راح يصير حدين في ثلاث حدود. يلا مثال: جد ناتج ضرب مقدار جبري من حدين في آخر من ثلاث حدود. إذن شلون راح تجي تضرب؟ تبهنا وياي نفس العملية، راح تجي تقول الأول في الأول، الأول في الثاني، الأول في الثالث، نفس العملية. وهنا تقول الثاني في الأول، والثاني في الثاني، والثاني في الثالث. إذن راح تقول هنا يساوي x في x تربيع راح ينطينا x تكعيب، واضح؟ x في سالب 2x، طبعا هذا إشارته موجب، موجب في السالب سالب. x في 2x نزل الاثنين، و x في x راح ينطينا x تربيع. x في 4 طبعا هنا موجب، في موجب موجب، x في 4 راح ينطيني 4x. إذن الأول ضربته بالقوس، الثاني هسه راح أجي الثاني. موجب 2 في 2، موجب 2 في x تربيع راح ينطيك موجب 2 x تربيع، موجب في السالب راح ينطيني سالب، 2 في 2 x راح ينطيني 4 x، موجب في موجب ينطيني موجب، 2 في 4 راح ينطيني 8. ينطيك ايش؟ ينطيني 8. بعد عملية الضرب، بعد ايش؟ عملية الضرب تجي تجمع الحدود المتشابهة او تطرح، واضح؟ إذن راح اقول هنا يساوي، هنا عندي اكس تكعيب، ادور اكس تكعيب، اكو اكس تكعيب، ما عندك اكس تكعيب، إذن هذا راح ينزل الاكس تكعيب. هنا عندي سالب 2 اكس تربيع، صار معلومة ادور عليه من هسه او الاكس تربيع. وهنا عندي موجب 2 اكس تربيع، شوف انتبهوا وياي. الاعداد متساويين، وهنا عندك اكس تربيع وهنا عندك اكس تربيع. الاشارات شبيهم، الاشارات مختلفة. اذا راح نقول هذا ويا هذا راح يروح. زين، هنا عندي موجب 4x وهنا عندي سالب 4x. طلاب نفس الكمية، نفس المقدار، نفس الكمية، نفس الحدود، بس بالإشارات مختلفين. هذا موجب، هذا سالب، هذا ويا هذا راح يروح. إيش بقى عندنا؟ إذن بقى عندنا فقط موجب 8. بقى عندنا إيش؟ موجب 8. إذن هذا راح تكتبه بهالصورة، راح تجي تكتبه أكس تكعيب زائد الثمانية، نكتبها 2 أس 3، نكتبها إيش؟ 2 أس 3. يلا ثانيا، واي ناقصا 3 مضروبة في واي تربيع زائدا 3 واي زائدا 9، نفس العملية. راح تجي هنا تقول يساوي واي في واي تربيع راح ينطيني واي تكعيب، واي في واي تربيع ينطينا ايش؟ واي تكعيب. واي في موجب 3 واي راح تيجي تكتب الموجب 3، واي في واي راح ينطيني واي تربيع، ينطيني ايش؟ واي تربيع. واي في موجب 9 راح ينطيك موجب 9 واي. اذا الاول ضربته بالقوس، هسه راح اجي هنا ايه؟ سالب 3 في واي تربيع راح ينطيك سالب 3 واي تربيع. سالب 3 سالب في سالب في الموجب ينطيني سالب، 3 في 3 واي راح ينطيني ايش؟ 9 واي. سالب في موجب سالب، 3 في 9 راح ينطيني ايش؟ ينطيني 27. بعد عملية الضرب،
انتبه هنا وياي، بعد عملية الضرب راح تجي تقول يساوي واي تكعيب عندي هنا، ما عندي حد بواي تكعيب، فهذا راح ينزل واي تكعيب. هنا عندي موجب 3 واي تربيع، هنا عندي سالب 3 واي تربيع. شوف طلاب، هنا عندك 3، هنا عندك 3، هنا واي تربيع، هنا واي تربيع. بشنو مختلفين؟ مختلفين بالإشارة، هذا موجب هذا سالب. ايش راح تقول؟ هذا ويا هذا راح يروح. هنا عندي موجب 9 واي، وهنا عندي سالب 9 واي، نفس الكمية، هذا ويا هذا راح يروح. ايش بقى عندي؟ بقى عندي فقط سالب 27، فقط بقى عندي ايش؟ سالب 27. اذا واي تكعيب ناقص 27، هنا راح تقول كخطوة أخيرة راح يصير عندك واي تكعيب ناقصا 27، اكتبها 3 أس كم؟ أس 3. نكمل وياكم ثالثا، اكتبها لنا وياها ثالثا. عندي ثالثا واي زائد 2 الكل مرفوع للقوة ايش قد؟ الكل مرفوع للقوة 3. اذا من يجيك قوس مرفوع للقوة 3 شلون راح تتعاملون وياه؟ راح تجي هنايا راح تقول يساوي، راح تقول ايش؟ راح تقول يساوي. هذا القوس تجزا الى قوسين، تجزا الى كم قوس؟ الى قوسين. نفسه راح تكتب، يعني راح تكتب هنايا واي زائد 2، وهنا راح تجي تكتب واي زائد ايش؟ زائد 2. الثلاثة، هاي الثلاثة طلاب، راح تجي هنا تكتب 1، وهنا راح تكتب ايش؟ راح تكتب 2. ايش راح تكتب؟ راح تكتب 2. اذا عائد من يجيك قوس مرفوع للقوة 3، من يجيك قوس مرفوع للقوة 3 راح تقول يساوي. هذا القوس تجزئ الى قوسين. شوف هنا ايش مكتوب، تكتب هنايا. وهنا ترفع للقوة 1، وهنا للقوة ايش؟ للقوة 2. صار معلوم؟ زين. راح تقول يساوي. اللي اسه 1 تنزله. واي زائدا 2 هذا تنزله. ابو اسه 2 راح تفتحه مربع حدانية. ايش راح تفتحه؟ مربع حدانية، يعني راح تفتح هنايا قوس. مربع حدانية طلاب، عندك هذا الأول. عندك هذا الأول وهذا ايش؟ الثاني. فايش راح تقول مربع حدانية؟ مربع الأول يعني الواي من ربعه راح ينطيني واي تربيع. إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني، 2 في واي 2 واي، في 2 راح ينطيني 4 واي. دائما موجب مربع الثاني 2 مربع راح ينطيني 4. إذا هذا فتحته مربع حدانية، خلاص. هسه هذا ايش صار بي؟ صار نفس الاسئله اللي حليناهم. هم راح تجي تقول يساوي الاول في الاول، واي في واي تربيع راح ينطيني ايش؟ واي تكعيب. ينطيني ايش؟ واي تكعيب. واي في موجب 4 واي تنزل الموجب، واي في 4 واي راح ينطينا 4 واي، واي في واي راح ينطيني واي تربيع. زائدا واي في 4 راح ينطيني 4 واي. اذا الاول كملت ضربته بالقوس، هسه راح نجي لايش؟ راح نجي للثاني. 2 في واي تربيع راح ينطيني موجب 2 واي تربيع. موجب في موجب ينطيني موجب. 2 في 4 واي راح ينطينا 8 واي. موجب في موجب ينطيني موجب. 2 في 4 راح ينطيني 8. 2 في 4 جذر راح ينطيني، راح ينطيني 8. انتبه هسه وياي، بعد عملية الضرب راح تيجي تقول يساوي. عندي هنايا واي تكعيب، ادور اكو واي تكعيب؟ ماكو واي تكعيب، اذا هذا راح ينزل. هسه راح تيجي تدور، بعد ما تدور واي تكعيب تيجي تدور على الواي تربيع. هنا عندك 4 واي تربيع، وهنا عندك موجب 2 واي تربيع. ما طول متشابهين، هنا عندك 4 وهنا عندك 2. تقول 4 زائد 2 راح ينطيني 6. اذا هنا راح اقول
زائدا 6 واي تربيع. هنا عندي موجب 4 واي وهنا عندي موجب 8 واي. راح اقول 4 زائد 8 يعطينا 12، اذا هنا راح يصير عندي زائد 12 واي. بقى عندي الحد الاخير اللي هو الثمانية، راح اجي انزله. اذا اعطاني هذا الناتج واي تقريب زائد 6 واي تربيع زائد 12 واي. عندي رابعا زد ناقص 3 الكل تكعيب. اذا السؤال من يجيك طلاب قوس مرفوع للقوة 3، من يجيك سؤال قوس مرفوع للقوة 3، اول خطوة راح تسويها راح تقول يساوي، تفتح لي قوسين، واحد تخلي فوقه واحد والاخر تخلي ايش؟ 2. تيجي داخل القوس هنا ايش عندكم؟ عندكم زد ناقص 3 وهنا عندكم زد ناقصا 3. صار معلوم؟ يعني هاي الثلاثة جزأتها إلى 1 و2. هاي الثلاثة جزأتها إلى 1 وإلى ايش؟ إلى 2. يساوي اللي أسه 1 أنزله زد ناقص 3. واللي أسه 2 راح أجي أفتح مربع حدانية، وتعلمنا بالمحاضرة السابقة أنه شلون تفتح مربع حدانية. إذا المربع حدانية تفتح قوس هذا الأول وهذا الثاني. مربع الأول الزاد من ربعه راح يعطيني زاد تربيع. إشارة في الوسط أنزله 2 في الأول في الثاني، 2 في زاد 2 زاد في 3 راح يعطيني 2 في 3 راح يعطيني 6 زاد. دائما موجب مربع الثاني الثلاثة من ربعها راح تعطيني 9. هسه راح اجي اقول الاول في الاول، الاول في الثاني. هنا راح اقول يساوي زد في زد تربيع راح ينطيني ايش؟ زد تكعيب. زد في سالب 6 زد تنزل السالب. زد في 6 زد راح ينطيني 6 زد تربيع. زد في موجب 9 راح ينطيك موجب 9 زد، راح ينطيك موجب 9 زد. اذا كملت الاول ضربته بالقوس الثاني. سالب 3، سالب 3 في زد تربيع راح ينطيني سالب 3 زد تربيع. سالب في السالب ينطيني موجب. 3 في 6 زد، 3 في 6 راح ينطينا 18 زد. سالب في موجب سالب، 3 في 9 راح ينطيني 27. راح ينطيني ايش؟ 27. بعد عملية الضرب راح تجون تشوفون الحدود المشابهة تجمعون. اذا هنا راح تقول يساوي، ما عندي زد تكعيب، انزل هذا الزد تكعيب. وياي؟ زين. اجل الزد تربيع، هنا ايش قد عندكم؟ سالب 6 زد تربيع، وهنا ايش قد عندكم؟ سالب 3 زد تربيع. شوف هنا عندكم سالب وهنا عندكم سالب. يعني الاشارات ايش بيها طلاب؟ الاشارات مشابهه، من الاشارات مشابهه ننزل نفس الاشاره ونجمع، نقول 6 زائد 3 راح يعطيني 9، واكتب يمه ايش؟ اكتب يمه زد تربيع. 9 زد زائدا 18 زد. الاشارات ايش بيها طلاب؟ مش شابهه. صار معلوم؟ تنزل نفس الاشاره راح تجمع تقول 9 زائد 18 يعطينا ايش؟ 27 زد. بقى اخير شيء سالب 27 اجي انزله. سالب 27 اخير شيء انزله. واضح؟ يلا نروح المثال رقم 3. مثال رقم 3 جد ناتج ضرب المقادير الجبرية الآتية. إذا هنا عندك 2 في زائد 5 مضروبة في 4 في تربيع ناقصا 10 في زائد 25. واضح؟ راح تجي هنا تضرب تقول يساوي 2 في 4 في تربيع. طلاب تضرب لهذا العدد ويا هذا العدد، 2 في 4 راح ينطينا 8،
في تربيع راح ينطينا في تكعيب. واضح؟ هذا اشارته موجب، موجب في السالب يعطيني سالب. 2v في 10v تضرب 2 في 10 راح يعطيك 20. في 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 راح يعطيني في تربيع. 2v في 25 موجب في موجب راح يعطيني موجب. 2 في 25 راح يعطينا ايش؟ يعطينا 50. واكتب هذا الفي. صار معلوم؟ يلا. 5 في 4 في تربيع، 5 في 4 في تربيع، 5 في 4 راح يعطينا 20، موجب 20 في تربيع. موجب في السالب سالب. 5 في 10 في راح يعطيني 50 في. صار واضح؟ زين. موجب في موجب راح اكتب كها الجو هنا موجب. 5 في 25 راح يعطيني 125. جد راح يعطيني 125. بعد عملية الضرب ايش راح تجي تسوي؟ راح تقول يساوي هنا عندك 8 في تكعيب. تنزله. انتبه هنا وياي. هنا عندك سالب 20 في تربيع، وهناش عندك موجب 20 في تربيع، فهذا ويا هذا راح يروح. هنا عندك موجب 50 في، وهنا عندك سالب 50 في، فهذا ويا هذا راح يروح. ايش بقى عندي؟ فقط بقى عندي 125. كخطوة أخيرة الثمانية تكتب الياها 2 تكعيب في تكعيب زائدا 5 تكعيب. يلا مثال رقم 3 ثانيا. 1 على 3 ناقصا زد مضروبة في 1 على 9 زائدا 1 على 3 زد زائدا زد تربيع. فتجون هنا تضربون يساوي من تضربون كسر في كسر، من تضربون كسر في كسر، تضربون البسط مع البسط والمقام مع المقام. فإذا أنا راح أخلي خط كسر. 1 في 1 يعطيك 1، 3 في 9 راح يعطينا 27. أعيد، من تضربون كسر في كسر، تضربون البسط ويا البسط والمقام ويا المقام. واضح؟ زائدا هنايا هذا موجب، موجب في موجب موجب. 1 على 3 في 1 على 3 زد. الجد راح ينطينا، راح تجي تقول 1 في 1 خلي خط كسر ينطيك 1، 3 في 3 راح ينطينا 9. راح ينطيك ايش؟ ينطيك 9. 1 على 3 في موجب زد تربيع راح ينطيك زائدا 1 على 3 زد تربيع، راح يعطيك 1 على 3 ايش؟ زد تربيع. صار معلوم؟ طبعا هنايا راح يعطيني ايش؟ 1 على 9 زد. كملت الاول، راح اجي هسه هنايا طلاب الثاني. سالب زد في 1 على 9 راح يعطيك سالب 1 على 9 زد. سالب في موجب ينطيك سالب زد في 1 على 3 زد راح ينطيك 1 على 3 زد تربيع، راح ينطيك 1 على 3 زد تربيع. سالب في موجب ينطيك سالب زد في زد تربيع راح ينطيك زد تكعيب، راح ينطيك ايش؟ زائد تكعيب. اذا بعد عملية الضرب تجي هنا، شوف تجي هنا وياي. 1 على 27 ماكو حرف وياه، تنزل تقول يساوي 1 على 27. هنا عندك موجب 1 على 9 زد، هنا عندك سالب 1 على 9 زد، اذا هذا ويا هذا راح يروح.
هنا عندنا 1 على 3 زد تربيع، وهنا عندنا ناقص 1 على 3 زد تربيع. اذا هذا هي هذا راح يروح، فقط بقى لي ايش هنايا؟ ناقصا زد تكعيب. اذا راح اجي هنا اكتب ناقصا ايش؟ زد تكعيب. كخطوه نهائيه راح تقول يساوي هذا الواحد على 27، 27 تكتبه، نعم راح تكتب 1 على 27 تكتبه 3 اس 3 ناقصا ايش؟ ناقصا زد تكعيب، ناقصا ايش؟ زد تكعيب. يلا وصلنا وياكم مثال رقم 3. ثالثا اكس ناقصا الجذر التكعيبي، اكس ناقصا الجذر التكعيبي للاثنين مضروبه في اكس تربيع زائد الجذر التكعيبي للاثنين اكس زائد الجذر التكعيبي للاربعه. صار معلوم؟ اذا هنا راح نفس العمليه، الاول في الاول، الاول في الثاني، راح تقول يساوي اكس في اكس راح ينطينا اكس تكعيب، راح ينطينا ايش؟ اكس تكعيب. اكس في الجذر التكعيبي للاثنين اكس تقول يساوي، تقول زائدا تنزل الجذر التكعيبي للاثنين، واكس في اكس راح ينطينا اكس تربيع. ايش راح ينطينا؟ ينطينا اكس تربيع. اكس في موجب الجذر التكعيبي للاربعه راح ينطينا موجب جذر التكعيبي للاربعه ايش؟ اكس. اذا كملت الاول ضربته بالقوس كله. هسه راح تيجي للثاني، سالب الجذر التكعيبي للاثنين في اكس تربيع راح ينطيك سالب جذر تكعيبي للاثنين اكس تربيع. سالب الجذر التكعيبي للاثنين في موجب الجذر التكعيبي للاثنين اكس، انتبهوا يعني راح تقول سالب في موجب ينطينا سالب، ينطينا ايش؟ ينطيني سالب. زين الجذر التكعيبي للاثنين في الجذر التكعيبي للاثنين، انتبه هنا وياي راح تيجي تكتب الجذر التكعيبي، راح تيجي ايش؟ تكتب الجذر التكعيبي وتقول اثنين في اثنين اربعة، الاربعة تكتب اللي تحت الجذر. اعيد، الجذر التكعيبي لايش؟ للاثنين في الجذر التكعيبي للاثنين اكس، راح تيجي تكتب لي جذر تكعيبي والداخل الجذر الاعداد اثنين في اثنين راح يعطيني اربعة، واضح؟ وما انسى اكتب يما ايش؟ الاكس. سالب في موجب راح يعطيني سالب. الجذر التكعيبي للاثنين في الجذر التكعيبي للاربعه، شوف راح تكتب لي الجذر التكعيبي. اثنين في اربعه راح يعطيني ثمانيه. اثنين في اربعه شذ راح يعطيك؟ راح يعطيك ثمانيه. بعد عمليه الضروب راح تيجي تقول يساوي، هنا عندي اكس تكعيب اكتبه، واضح؟ هنا عندك موجب الجذر التكعيبي 2 اكس تربيع، هنا عندك سالب الجذر التكعيبي، هذا هنا عندي 2 لاكس تربيع، فهنا راح شو يصير عندك؟ هذا حد ويا هذا الحد راح يروح. صار معلوم؟ زين هنا عندك موجب الجذر التكعيبي للأربعة إكس، هنا عندك سالب الجذر التكعيبي أربعة إكس، فهذا ويا هذا هم راح يروح. فش بقى لك؟ بقى لك هنا يا ناقص، تكتب هذا الناقص، الجذر التكعيبي للثمانية هو جد هو اثنين. صار واضح؟ يلا عندنا رابعا الجذر التكعيبي ثلاثة على خمسة زائد في مضروبة الجذر التكعيبي 9 على 25 ناقصا الجذر التكعيبي 3 على 5 في زائدا في تربيع. راح تقول هنا يساوي من عندك جذر تكعيبي في جذر تكعيبي، تجي تكتب لي الجذر التكعيبي. صار معلوم؟ تكتب لي ايش؟ الجذر التكعيبي. زين داخل الجذر التكعيبي ايش عندك؟ عندك كسر في كسر، ايش عندك؟ كسر في كسر، راح تخلي خط كسر
3 في 9 تضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، 3 في 9 ينطينا 27، 5 في 25 راح ينطينا 125، 5 في 25 ينطينا ايش؟ 125. صار معلوم؟ زين اكمل. الجذر التكعيبي 3 على 5 في الجذر التكعيبي 3 على 5 في، اذا هذا اشارته موجب، موجب في السالب راح يعطيني سالب، موجب في السالب يعطيني ايش؟ يعطيني سالب. هم عندي جذر تكعيبي في جذر تكعيبي، اجي اكتب هذا الجذر التكعيبي وعندك كسر في كسر، راح تجي تقول 3 في 3 راح يعطيني 9، واقول 5 في 5 يعطيني 25، وانزل الفي، وانزل ايش؟ انزل الفي. زين الجذر التكعيبي 3 على 5 في في تكعيب، لا تدوخ نفسك، اكتب هنا زائدا، نزل هذا الجذر التكعيبي اللي هو 3 على 5 واكتب يمه في تربيع، اكتب يمه ايش؟ اكتب يمه في تربيع. اذا الاول ضربته بالقوس الثاني. زين راح تجي في، هنا عندك في في الجذر التكعيبي 9 على ايش؟ على 25، راح تكتب هنا يا زائدا الجذر التكعيبي هنا 9 على ايش؟ على 25، وش تكتب يمه؟ تكتب يمه في، ايش تكتب يمه؟ تكتب يمه في. راح اكمله جوه، في في سالب الجذر التكعيبي 3 على 5 في، راح تكتب هنا هذا السالب، واضح؟ تكتب لي هذا الجذر التكعيبي 3 على 5 في 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 راح يعطينا في ايش؟ في تربيع، راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني في تربيع. خطوة أخيرة هنا عندي موجب في موجب راح يعطيني موجب، في 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 تربيع راح يعطيني في تكعيب. بعد عملية الضرب تعال شوف إذا عندك اختصارات، اختصر. صار واضح؟ راح تجي هنا تقول يساوي الجذر التكعيبي لل 27 هو 3، والجذر التكعيبي لل 125 هو 5. هنا ايش عندك؟ هنا عندك ناقص الجذر التكعيبي 9 على 25 في، هنا عندك موجب الجذر التكعيبي 9 على 25 في. فهذول الطلاب شوف نفس الكميه بالاشارات مختلفين، فايش راح يصير عندك؟ هذا ويا هذا راح يروح. موجب الجذر التكعيبي 3 على 5، هنا ايش عندك؟ سالب الجذر التكعيبي 3 على 5، هنا عندك في تربيع وهنا عندك في تربيع. شوفوا نفس الكميه بس بالاشارات مختلفين، هذا ويا هذا راح يروح. ايش بقى عندي؟ فقط الفي تكعيب، اذا راح اقول هنا زائدا ايش؟ زائدا في تكعيب، زائدا ايش؟ زائدا في تكعيب. عندنا هنا اكس زائدا 1 على 2 الكل تكعيب، اذا من يجيك قوس مرفوع للقوه 3 راح تقول يساوي، تفتح قوسين واحد تكتب فوقه 1 والاخر تكتب فوقه 2، واحد تكتب فوقه ايش؟ 1 والاخر تكتب فوقه ايش؟ فوقه 2، وتخلي هنا داخل قوس عندك، عندك هنا اكس زائدا 1 على 2، والناتجه تكتب اكس زائدا 1 على 2. القوس اللي أسه واحد النزلة ما عندي بي مشكلة، راح تقول يساوي x زائدا 1 على 2. القوس اللي فوقه تربيع بيش راح نفتحها؟ راح نفتحها مربع حدانية، إذن راح أقول مربع الأول x تربيع. إشارة الوسط، بس انتبه هنا إشارة الوسط، 2 في الأول في الثاني، هنا راح أسوي لك إياها.
هذا الأول وهذا الثاني. إيش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك 2 في الأول، الأول x، الثاني إيش عندك؟ عندك 1/2. إيش عندك؟ 1/2. هذا الاثنين ويا هذا الاثنين راح يروح. إيش بقى عندك؟ بقى عندك فقط x. أعيد، 2 في الأول في الثاني، 2 في x في 1/2، 2 ويا 2 راح يروح، راح يبقى فقط إيش؟ فقط x. إذن هنا راح أجي أكتب له x. دائما موجب مربع الثاني، طلاب مربع الثاني ايش عندك؟ 1/2. من تجي تربع، تربع لي البسط وتربع لي المقام. البسط الواحد من تربعه هو 1، والمقام 2 من تربعه راح ينطيك 4. راح ينطيك ايش؟ ينطيك 4. اذا هنا راح اقول يساوي، هسه صار عندي قوس في قوس، هذا حدين وهذا 3 حدود. x في x راح ينطيك x تكعيب، زائدا x في x راح ينطينا x تربيع، x في x تربيع ينطينا x تكعيب، x في x ينطينا ايش؟ x تربيع، زائدا x في 1/4 راح ينطيك 1/4 x. اجي هنايا اكمل، 1/2 في اكس تربيع راح ينطيك 1/2 اكس تربيع، واضح؟ زين، 1/2 في اكس راح ينطيني موجب 1/2 اكس. خطوة أخيرة هنايا، 1/2 في 1/4 راح تقول زائدا 1 في 1 ينطيني 1، 2 في 4 راح ينطيني 8. راح ينطيك ايش؟ ينطيك 8. هسه راح نجي نجمع الحدود المشابهة، تقول يساوي الاكس تكعيب تنزله، صار معلوم؟ هنا عندك اكس زائدا 1/2 اكس، واضح؟ اكس 1/2 اكس، يعني هذا المعامل مالته 1، صار معلوم؟ راح اجي هنا اسوي لك اياها، 1 زائدا جدي يصير، يصير عندك 1 زائدا 1/2. 1 انتبه هنا وياي، 1/2، 1 زائدا 1/2، هذا المقام مالته 1، راح تقول يساوي المقامات عندك 1 و2، راح ناخذ الاثنين وتقول 2 تقسيم 1 2 في 1 راح ينطينا 2، زائدا 2 تقسيم 2 1 في 1 راح ينطينا 1، يعني الناتج راح يطلع لنا 3/2. جاي يطلع لنا الناتج، اذا من اجمع 1 زائد 1/2 راح ينطيني زائدا شقد؟ 3/2، وما انسى ايش؟ الاكس تربيع، واضح؟ هاي الخطوة طلاب، هاي بالامتحان ما مطلوبة، هاي فقط للفهم، حتى تفهم انه من جماعة الاكس تربيع ويا النصف اكس تربيع شلون طلع لك 3/2 اكس تربيع. زين، ايش عندي بعد؟ عندي 1/4 اكس زائدا 1/2 اكس. اجمع هنايا 1/4 زائدا 1/2، وراح اقول يساوي، راح اقول يساوي، اذا هنايا عندك 4 و2 راح تاخذ المقام 4 تقسيم 2 بها 1 في 1 راح ينطيك ايش؟ ينطيك 1. 4 تقسيم 2 بها شقد؟ بها 2 في 1 راح ينطينا 2، ويساوي لنا 3/4، ويساوي لنا ايش؟ 3/4. اذا هنا ايش قد راح ينطيك؟ راح ينطيك موجب 3/4 اكس، وهنا راح تكتب زائدا 1/8. هذا ما مطلوب منك انت بالامتحان، فقط للتاكيد، اذا طالب ذكي وشاطر يعرف انه اكس تربيع زائدا 1/2 اكس تربيع يكتبه مباشره، ما في مشكله. اللي عليه صعب لا خلي هنا
يسويها على صفحة مسودة، يطلع الناتج ويشيك يتبع حتى ما يغلط بها.